شكرا. يبقى هنتكلم ان شاء الله على البنايل ليجنز، يعني هنقول الحاجات المهمه برضو. يعني ده الاناتومي بتاع البينس. طبعا بيبقى عندنا اتنين كوربورا كافرنوزا اللي هي بتبقى على الدورسال اسبكت، وبيبقى عندنا سنجل كوربس سبونجيوزم على الفنترال اسبكت. الكوربس سبونجيوزم اللي على الفنترال اسبكت دي بتسراوند اليوريسترا. فاحنا لو شفنا الاناتومي ده في الصوره بتاعه الام ار مثلا، هنلاقي هنا الاثنين دولت الكوربورا كافرنوزا، واللي تحت الفنترال دي اللي هي الكوربس سبونجيوزم، وهنا الارو ده على الايه، على اليوريسترا. يبقى ده بيبقى في التونيكا البيجينيا اللي هي بتغطي البينس من الاوتر سيرفيس، وبيبقى عندنا الانتر كافرنوزال سيبتم اللي هو السيبتم المفروض اللي بين الاثنين كوربورا كافرنوزا، والباك فاشيا اللي هي من الخارجيه خالص اللي حوالين التونيكا البيجيني اللي هي باينه هنا في الاجزاء كروس اناتومي يعني. طيب لو شفنا برضو الام ار سيجنال انتنسيتي في البنايل ليجن، طبعا احنا في البنايل ليجن بنتكلم على اثنين موداليتي اساسيين برضو، تقريبا زي ما اتكلمنا في الميل انفيرتيليتي، الالترا ساوند والام ار ايمجينج. هنلاقيهم اغلب الحاجات الجينيتال اورجان عشان افويد الايونايزنج راديشن. في التستيكولار ايمجينج برضو بيبقى الاثنين الاهم موداليتيز الالترا ساوند والام ار في التستيكولار ايمجينج. وهنا برضو في البنايل ايمجينج هنلاقي الام ار والالترا ساوند. في الام ار سيجنال انتنسي هنلاقي فيه هنا صورتين، واحده تي 1 ويتد وواحده تي 2 ويتد. هنا اللي عليها السي دي اللي هي الكوربس كافرنوزم، ودي الاس اللي هي السبونجيوزم، وزي ما قلنا ده الانتر فيرتبرال سيبتم، وهنا الايه التونيكا البوجينيا. طبعا التونيكا زيها زي الليجامنتس والحاجات بتبقى هايبو انتنس في الاثنين. وهنا اليوريسرا والكوربس سبونجيوزم في التي 2 زي ما شفناها في الصوره اللي فاتت، والاثنين البرايت دول اللي هم الايه الكوربس كافرنوزم. يبقى دي الاناتومي بتاع البينس والام ار اناتومي بتاعه الابيرنس في التي 1 والتي 2 ايمج. وهنا في السجيتال ايمج برضه بنلاقي الايه الكوربس بونجيوزم تحت، والفوقيه اليوريسرا اللي عليه البلاك ارو، وهنا الكافرنوزم اللي على ناحيه واحده منهم اللي هي الكوربس كافرنوزم بتبقى على الدورسال اسبكت. طيب احنا لو شفنا الارتيريال سبلاي بياخد من الانترنال بيودينال ارتري، وده التقسيمه بتاعته ان هو الانترنال بيودينال ارتري بيدي الاول البلبر ارتري للبلب بتاع البينس، وبعدين بيبقى فيه اللي في النص ده الكافرنوزال ارتري اللي بيدي الكوربس كافرنوزم، واللي فيه الدورسال ارتري اللي هو فوق، وفيه السبونجيوزال ارتري اللي هو اللي تحت. ده في الالترا ساوند نفس الايه الكوربس كافرنوزال ارتري والساين برانشز بتاعته في الكافرنوزال تيشو. هنشوف اهميتها بعد كده برضو في الابنورماليتيز بتاع الاركتايل ديسفانكشن. الفينوس درينج بيبقى فيه ميشري فينز بتروح للديب دورسال فين، وبعدين السوبرفيشال دورسال فينز، وبعدين الايه البروكسيمال كوربورا كافرنوزا بتدي للكافرنوزال فينز دايركتلي، وبعدين بتروح للبريبروستاتيك بلكسس. ده الليمفاتيك درينج بتاع برضه البينس. الميكانيزم اوف اريكشن عشان نشوف برضو الايمجنج في حالات الاريكتايل ديسفانكشن، ان بيبقى في الفلاسيد ستيت السموث ماسل بتاع الكوربس كافرنوزم بتبقى في الماكسيمم كونتراكشن،
فيبقى في هاي ريزيستنس للبينس ان هو يريسيف ارتيريال سبلاي زي احنا ما شايفين هنا في ده في الفلاسيت. بعد كده لما بيحصل باراسمباثيتك بلفيك نيرف ستيميوليشن، مع الاستيميوليشن ده بيبقى يحصل ريلاكسيشن للسموث ماسل اللي في الوول بتاع السيناسويد وفي الوول بتاع الكافرنوزال ارتري، فيبتدي مع الريلاكسيشن ده يحصل ديكريز للريزيستنس اوف بلاد فلو، فبالتالي اللي يحصل انكريز للبلاد فلو وزن الكوربس وزن الكافرنوزال ارتريز، فيحصل فيلنج للسيناسويد بالبلاد، والفيلنج بتاع السيناسويد بالبلاد ده بيعمل كومبريشن للميشنري فينز اللي هي الفينيولز بتوين السيناسويدز اند التونيكا البوجيني. الكومبريشن ده بيحصل بلوك للفينوس اوت فلو، ما يطلعش الفينوس اوت فلو من الـ من الـ من الـ من الكافرنوزال تيشو، فيحصل الاريكشن. لو شفنا ده دياجرام للميكانيزم اوف اريكشن، هنا في الفلاسيد ستيت بيبقى في الانفلو قليل والاوت فلو كتير، العكس بيحصل في الاريكشن بيبقى في ارتيريال انفلو كتير وفي مفيش اوت فلو او فيري مينيمال اوت فلو نتيجه الميكانيزم اللي قلناه بتاع الكومبريشن، فبالتالي يحصل الاريكشن. الحاجات اللي بتاثر بتعمل نورمال اريكتايل فانكشن هي السايكولوجيك هيلث والانتكت نيورال باسوي، زي في ممكن يبقى افكتد في حالات الديابيتس ميليتس والمالتيبل سكلروزيس والبلفيك سيرجري، نورمال اندوكراين بالانس زي حالات مثلا الهايبوجوناديزم او اللو تستوستيرون ليفل ممكن ياثر، النورمال سموث ماسل ده ممكن يتاثر مع الايدج او لو في اسكيميا نقص الارتيريال سبلاي يعني ما هيدي ديجنريشن للسموث ماسل، وبالتالي يدي امبيرمنت للايه الابيليتي ان هي ترسبوند للفازودايليتور سيجنالز. بعد كده النورمال كافرنوزال سيناسويدز دي بتبقى مهمه ان هي السيناسويدز الكافرنوزال ارتري اللي في الكافرنوزال تيشو تبقى نورمال، ممكن دي بتتاثر في حالات البيروني ديزيز لو برضو يبقى مفروض يبقى فيه أديكوت أرتيريال سبلاي، ده ممكن بيتأثر في الدابيتس ميليتس والأسروسكلوروزيس والعيانين اللي هم الهيفي سموكر، والفينوس باترن برضو مفروض يبقى فيه نورمال فينوس باترن. لو شفنا الفارماكولوجيكال انديوسد إريكشن احنا بنعمله ازاي، ان احنا بيبقى طبعا بنخلي البيشنت في كوايت دارك روم وبنستخدم هاي فريكوانسي الترا ساوند بروب اللي هو من 7 ل 10 ميجا هرتز، والعين بيبقى نايم سوباين، وبنعمل له اكزامينيشن للبنايل ارتري بري انجكشن ستيت از نوت نيسيسري، يعني مش بالضروره ان انا اعمل له دوبلر الترا ساوند على البنايل فيزل قبل ما اعمل له الارتفيشال او الفارماكولوجيكال انديوسد اريكشن، انا ممكن ابتدي على طول بعد ما اعملش قبل. يعني الفازو اكتيف ايجنت اللي بيبقى انجكتد بنعمل له انجكشن في الكوربس كافرنوزم نير البيز اوف ذا بينس ات وان سايد، ده بنحن سموث ماسل يعني عشان نعمل سموث ماسل ريلاكسيشن، فاللي بيتاخد غالبا بيكون بابافرين 30 ملي جرام او بروستاجلاندين اي 1 من 10 ل 20 مايكرو جرام، وغالبا اللي بيستخدم دلوقتي اكتر هو البروستاجلاندين اي 1. البوست كافرنوزال ارتريز بيبقى ببتدي اعمل لهم بقى ايه سكاننج الترناتيف يعني كل واحد مره عشان نشوف فيهم ايه في الدوبلر ارتريز البيك سيستوليك فيلوسيتي والاند داستوليك فيلوسيتي كل 3 مينيت، والبيشنت بيبقى انفورمد ان هو هيحصل له برولونجد اريكشن قبل ما ابتدي البروسيدر. ده مثال يعني في قبل المحن وبعد محن، وبيبان الارتري ان هو باين والكافرنوزال تيشو باين ان هو
بقى برومننت وانلارجت. بالالترا ساوند بقى بنشوف ايه اللي هي الويف فورم اللي في الكافرنوزال ارتري اللي هي الديورنج النورمال والبروجريشن اوف اريكشن افتر فازو اكتيف ايجنت انجكشن. في الفلاسيد فيز في الاول زي ما قلنا بيبقى في هاي ريزيستنس, فبيبقى في لو بيك سيستوليك فيلوسيتي وابسنت ديستول زي ما احنا شايفين هنا في السبكترال ويف فورم. هنا ده البيك سيستوليك فيلوسيتي مش عالي, وهنا الديستول اللي هو على البيز لاين هنا ايه الاند ديستول مش موجود او ابسنت ديستول. لو شفنا في الصوره دي هنلاقي ده الديستول اللي موجود فوق البيز لاين وهنا ده البيك سيستوليك فيلوسيتي. في الايرلي تايم افتر انجكشن بيحصل برضو ان البريفرال ريزيستنس دي بتقل, فبالتالي يحصل زياده في البيك سيستوليك فيلوسيتي, ويحصل ان الهاي اند ديستوليك فيلوسيتي بيبقى اكتر من 10 سنتيمتر بير سكند اللي هو ويبتدي يحصل مينيمال تيوميسنس في الوقت ده اللي هو الشكل ده بيبقى باين. بعد كده لما بيبتدي انكريز السيناسويدال فيلينج وبينكريز الانترا كافرنوزال بريشر بيزيد البيك سيستوليك فيلوسيتي والاند ديستوليك فيلوسيتي بيوصل زيرو. يعني بعد ما كان ظهر هنا في الايرلي ده الدايستول فلو هنا بيرجع تاني الاند ديستول اللي هو هنا اللي عليه اللي انا بشاور عليه ده بيرجع زيرو تاني, وهنا بيزيد كمان اكتر الايه البيك سيستوليك فيلوسيتي, بقى بيزيد البيك سيستوليك فيلوسيتي وبيوصل زيرو الاند ديستول وبيبقى يبتدي يبقى في بينايل ريجيديتي. لما البينايل ريجيديتي بتوصل الماكسيمم يبقى برضو في عندنا ماكسيمم بيك سيستوليك فيلوسيتي اللي هو زي الصوره اللي تحت, وممكن يبقى معاه ايه ريفرسد ديستوليك فلو. يعني احنا في الصوره اللي قبلها شفنا الاند ديستول هو الابسنت او زيرو, هنا ممكن يبقى بقى كله ابسنت ويحصل ريفرسد ديستوليك فلو. ده اللي هو ايه مع البينايل ريجيديتي. يبقى ده لو حصل يبقى ده نورمال, ده يعني ده نورمال سبكترال دوبلر تشينج اللي هي مع الفارماكولوجيكالي انديوسد ريكش, يبقى ده ما عندوش مشكله البيشنت. ده الجدول ده بيبين بعض ريكومندد بروتوكول الوقت اللي بنعمل فيه ايفالويشن مع الفارماكولوجيكال انديوسد ريكشن. مش مشكله, يعني هي اختلافات في التوقيت ان احنا كل انفستيجيتور منهم بيقول ان احنا بنبتدي امتى ونعمل كل قد ايه التوقيت والكلام ده. المهم عندنا اللي احنا نعرفه ان ايه النورمال والابنورمال دوبلر بارامترز. النورمال فاليو ان يبقى البيك سيستوليك فيلوسيتي اكتر من 35 سنتي بير سكند والاند ديستوليك فيلوسيتي اقل من 5 سنتي بير سكند, ويبقى sustained over a period of 5 مينت او اكتر. يبقى ايه الكلام ده sustained لمده 5 دقايق. الابنورمال فاليوز بتبقى البيك سيستوليك فيلوسيتي اقل من 25 سنتي, الاند ديستوليك فيلوسيتي اكتر من 7 سنتي بير سكند, ده يبقى ابنورمال. الفاليوز بقى اللي ان بتوين يعني تدي ايكوفوكال كده ريزلتس ان هي البيك سيستوليك بين 25 و35 اللي هم بين النورمال والابنورمال, والاند ديستول او الاند ديستوليك فيلوسيتي من 5 ل 7 سنتي بير سكند. ده بتبقى ان ديترمينت ريزلت او ان ديترمينت زون بتحتاج يعني ايه اسسمنت بحاجات تانية. يبقى ده الابنورمال. طبعا لما بيكون البيك سيستوليك فيلوسيتي قليل ده بيدينا امبريشن ان هو عنده ايه النوع الديزيز ايه اللي عنده ارتيريال يعني لما يبقى الاند ديستوليك فلو اكتر من 7 او في ممكن تبقى اكتر من 10, في بعض الناس بتقول يبقى ده فينوس ليك او هو المشكله هنا في الفينوس فلو مش في الارتيريال فلو. ده النورمال زي ما قلنا لما بناخد السامبل على الكافرنوزال ارتري وبيدينا ده بعد الاريكشن الفيري هاي بيك سيستوليك فيلوسيتي وريفرسد ستول. ده يعني على اساس ده من حاله يعني غير الصور الثانيه كانت زي ما
وبرضو الفينوس ليك زي ما قلنا بيبقى هنا عندنا الاندستوليك فيلوسيتي اكتر من 7. يعني احنا شايفين هنا لو هنشوف على السكيل ده الاند دايستول، لما نشوفه هنا هتلاقيه يعني لو ده 60 من 100 متر، يعني 60 سنتي بير سكند، يبقى هتلاقي ده مثلا ربع، يعني حاجه بتاعت 15 على الاقل سنتي بير سكند، يعني اكتر من دبل 7 يعني. فده معناه ان هو ده عنده فينوس ليك. وكان بيتعمل برضو كان بيتعمل اللي هو الكافرنوزوجرافي، اللي هي الصوره اللي على الرايت هاند سايد هنا، بيبان ان كنا بنحل كونتراست ميديا في الكافرنوزال تيشو، وبرضو نعمل صور عشان نشوف اللي فيه فينوس ليك او لا، زي الحاله دي اللي احنا شايفينها، تبقى يعني بالفلوروسكوبي بنصور العيان بعد ما بندي برضو البروستاجلاندين او البابافرين، في زي الفكره بتاعت الالترا ساوند، بس بنعمل انديوسد اريكشن هنا واحنا حقنين كونتراست ميديا مع الفازو اكتيف ايجنت. الحالات بقى اللي بيكون فيها ارتيريال انسفيشنسي زي ما قلنا، اللي هي بيبقى فيها البيك سيستوليك فيلوسيتي هنا 19 سنتي بير سكند، يعني اقل من هنا ده ال 20 هنا في السكيل هنا، وهو هنا اقل من 20 19، يعني ده طبعا اقل من ال 25. ده الالجوريزم كده بيبين ان لو الريسبونس بتاع يعني التست طلع كام، يعني هنا لو انا باسس البيك سيستوليك فيلوسيتي لو من كذا لكذا، يبقى ده انديترمينت جروب، بنريبيت البروستاجلاندين ان برايفت، وهنا لو اقل من 25 يبقى ده ارتريوجينيك امبوتنس، لو هو اكتر من 35 يبقى ده نورمال ارتيريال يعني فلو، بس لو نون سستيند برضه بيبقى انديترمينت، لو سستيند اكتر من 5 منت يبقى بنشوف بقى هنا ايه الفينوس سايد، لان يعني كده الارتيريال بيرفكت، بنشوف لو هو الفينوس فلو اقل من 5 يبقى ده نورمال بنايل هيمودايناميك، لو من 5 ل 7 يبقى ده انديترمينت جروب برضه، لو اكتر من 7 يبقى ده ايه ديفكتيف فينوس اوكلوجن. بدل ايه البيروني ديزيز ده بيبقى فايبرس بليج من التونيكا البوجينيا، وبتعمل انديوريشن في الكوربورا كافرنوزا، زي ما قلنا دي بتاثر في النورمال سيناسويد بتاع الكافرنوزا التيشو، فبالتالي ممكن تاثر في الاركتايل فانكشن، بيعمل بوينج للبينس، والافكتد بيشن تيبيكلي بريزنت بكيرفيتشر اوف ذا بينس ويز اريكشن اور كومبلين اوف بين ديورينج اريكشن. ده بالالترا ساوند الدنس كالسيفيكيشن هنا في التونيكا اللي هي حوالين الكافرنوزال تيشو في البيروني ديزيز، وهنا برضو بنشوفها في الام ار الانهانسمنت، يعني هنا ما بنقدرش نشوف الكالسيفيكيشن زي ما احنا عارفين في الام ار كويس، يعني على اساس هو الديتكشن بتاع الكالسيوم او الستونز كده بتبقى ضعيفه في الام ار، فهنا بنعتمد ان احنا ممكن بنشوفها هايبر ايكوجينيك في الالترا ساوند، لكن في الام ار بنعتمد على الانهانسمنت، يعني بيبقى في جادولينيوم انجكشن، والمفروض اللي هي البليك بتاعت البيروني ديزيز بتاخد انهانسمنت، فبنقدر نحدد الايه الاكستنشن بتاعها اللي هي عليها الاروس دي اللي هي الهانسمنت بتاع البليك. البنايل كانسر ده من الحاجات اللي هي في العيانين المين اللي من 6 وال 7 ديكيد، وبتبقى اكتر في الانسر كم سايزد من، والبور هايجين بيكونتريبيوت يعني في الديفلوبمنت اوف بنايل كانسر. ال بيبقى السكوما سيل كارسينوما ده في اغلب الحالات 95%، ده مثال للكارسينوما اوف ذا بينس، يعني هنا في ساجيتال تي 2 ويتد ايمج مبينه ان في هيتروجينس ماس اوف هيتروجينس انتنسيتي،
واخدة الجلاند بينس مع الكربورة كافرنوزا، يعني الماس هنا دي اللي واخدة الجلاند بينس مع الكوربس كافرنوزا، وهنا برضو في الكورونال تي 2 بيبين الماس اللي لها تروجنا سيجنال انتنسيتي ومعها واخدة الكربورة كافرنوزا اللي هي هنا في هنا برضو مثال سكوماس سيل كارسينوما في البينس ومعها انلارجد ليمف نود. لما بنشوف هنا في الاجزاء الايمج بنلاقي فيه فوكال انهانسنج ماس في الرايت كوربس كافرنوزم، وهنا برضو في الاجزاء الايمج الانهانسنج تيومر ومعاه الانجوينال ليمف نود بايلاترال انلارجمنت ومعها فيها سيستيك ديجنريشن في السي تي في الليمف نود. البنايل تروما بيهمنا فيها ان احنا نشوف ان في تير في التونيكا البيجينيا ولا لا. طبعا بيحصل لها سيننج التونيكا اثناء الاريكشن وبتبقى سسبتبل ان يحصل لها انجري، فغالبا الحالات التروما اللي بيحصل فيها فراكشر في البينس بتكون اثناء الاريكشن على اساس بتبقى في سيننج للتونيكا البيجينيا. ده الكلينيكال يعني مانفستيشن بتاعتها. واحنا برضو هنا بيبان لو شفنا زي ما قلنا التونيكا بتبقى لها لو سيجنال انتنسيتي اللي هي البلاك هنا، ولما بيكون فيها تير بيبان لو هاي او انترميديت سيجنال، فبنقدر نايدنتيفاي بسهوله ان في تير على اساس ده يحتاج ريبير لو فيها تير في حالات التروما بتاع البينس. ده مثال برضو لتير هنا في التونيكا ومعاه هيماتوما، هنا برضو تير في التونيكا. ده أمثلة يعني مختلفة للبنايل تروما، مش يعني الجزء ده اللي هو ده هيماتوما في ال دي هيماتوما برضو معاه تير هنا في اللي هو الجزء البرايت ده اللي في وسط الايه الهايبو سيجنال، وانا واخد الاثنين بقى هنا هيماتوما كبيرة واخد تير في التونيكا البيجينيا، واخد داخل برضو الهيماتوما على الايه الكوربس سبونجيوزم، يعني واخد الاثنين السبونجيوزم والكافرنوزم ومعاها لارج هيماتوما. بس ده الجزء الثاني، نبتدي بعدين ان شاء الله لو في اسئله ولا حاجه على ما نخلص التسجيل.